السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد المجيد. مرحبا بكم مرة أخرى في فلاشين وفي هذه الفورماسيون هذه إن شاء الله اللي غنحاولوا ما أمكن أنها تكون في وقت قليل وتكون المعلومات وافرة بإذن الله. ألوغ كما خلينا في الفيديو الأول قلنا بأننا وتنتمنى أنكم تتبعوا معايا إيطاب باغ إيطاب. هذاك الشيء علاش أنا داير في الفيديوهات 5 دقائق ولا 10 دقائق، باش أول حاجة ما تعكزوش، ثاني حاجه هو انه ما تكثرش عليكم المعلومه بحيث انه الدخول ولا شي حاجه. بديت معكم في المرحله الاولى هو اننا خدينا بلون دارشي، جانا بلون دارشي مرسوم بالمليمتر، جا اما في شي دي اكس اف ولا في شي دي دبليو جي، ودابا نتوما شديتوه على اساس انكم شديتوه ورجعتوه بالمتر، لان نحن غنخدموا لي بلون كوفراج اي فيراياج بالمتر. نتمنى انكم تكونوا درتوا داكشي اللي في الفيديو الاول. الا ما درتيش داكشي اللي في الفيديو الاول، رجع تفرج في الفيديو الاول وتيليشارجي الفيشي وقوم بدوك المراحل اللي درنا حتى رجعنا الفيشي ديال لارشي بحال هكا. الوغ نكملوا اليوم شنو غادي نديروا من بعد ما وجدتي هاد البلون دارشي ورديتي بالمليمتر بالمتر، صافي انه هنا ملي غنجي نقولو انه كاين هنا واحد 25 سنتيمتر، يعني 0.25 سنتيمتر. انا مازال مدرتش انجستخي، ما علينا، فغنقوم بنفس المرحلة اللي درناها في الفيديو اللي فات اشيل، وغنمشي لواحد بوان ريفيرونس ديال بوطو اللي عارف فيه 25 سنتيمتر، وانا عارف بالمتر بطبيعة الحال. إيغ ناخد نفس البوان و البوان الثاني ديال البوطو ونكتب له 0.25 سنتيمتر. دونك دابا هاد الدسان راه دابا بالمتر. المرحلة الثانية هذه كانت المرحلة الأولى، وجدنا بلون دارشي ديالنا هو هذا. المرحلة الثانية هو أنا غندوزو دابا لي كالك، فغنكريو لي كالك. بالنسبة لي كالك انا تهضر معاكم على اساس ان كلشي عارف شنو هما لي كالك، كلشي عارف شنو هما الدور ديال لي كالك اللي غي يسمبليفيو علينا الخدمه اكثر واكثر. غنجيو نكريو لي كالك. شنو هما لي كالك؟ لي كالك حنا اللي غنحتاجو في البيتو ارمي، غنسميوهم. اول حاجه غادي نحتاجو بطبيعه الحال غنكليكيو على نوفو كالك وغنكتبو لي بوطو، غنكتبو اي بي او تي وديرو بي او ديجيت، من الاحسن نكتبوها كبيره بي او تي بوطو بي او تي. الوغ لي بوطو نعطيهم واحد اللون نخدمهم بالخضر مثلا. اوكي كريو كالك واحد اخر ونسميوه بوتر، بوتر غنكتبو بي بوتر ونكتبو بي او تي. الوغ اجوتيو، والبوتر نعطيوها تاهي شي لون واحد اخر ديفيرون على البوطو، من الاحسن يكون اي لون ماشي مشكل، المهم نديرو بالاحمر. بالاحمر اوكي، نديرو بالاحمر اوكي. من بعد نكريو كالك واحد اخر نسميوه ليزاكس بي او تي، ونعطيهم لون بينك روز. من بعد نكريو كالك واحد اخر نسميوه اذا دال دال بي او تي، نعطيوها واحد اللون ديفيرون تاهي، نختارو هاد اللون. اوكي اذا دابا درنا لي بوطو بودر لي زاكس لي دال، شنو باقي لينا؟ الا بقات لنا شي حاجه غنعاودو نزيدوها. حاليا دابا غنخدمو معاها واخا فيرمي لي كالك. راه تلقاهم هنايا، هنا كاينه لي كالك ديال بلون دارشي ما تيهمش، ولكن المهم تيهمونا لي كالك اللي كريينا دابا اللي هو اكس و بي او تي بي او تي و بوتر بي او تي و لانا. دونك هذا هو البلون دارشي ديالنا. اول حاجه غادي نديرو من بعد ما قرينا البلون دارشي وفهمنا وشفنا بان عندنا غيت شوسي، وشنو فيها غيت شوسي؟ فيها صالون اوروبيان صالون ماروكان، لونتخي هو هذا. هنا بعد الخطاط تشوفوا شي حاجات ما بيناش، المهم ما علينا، يعني ما تكونش فيها مشكل كبير. كاشي ربما عندنا كاشي هنا شي حاجة كوتاسي، ولا أنا بكاشي كوتاسي ربما شي حاجة كاشي. اوكي
علينا دو توت فاسون ما تأثرش على البلان ديالي. غنقراو البلان مزيان، شفنا البلان دارشين شنو فيه. الو فيه صالون اوروبيان، صالون ماروكان، لا كويزين في الجهة هادي، لافابو، تواليت، تن 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 تن. بروميير ايتاج فيه بالكون، فيه شومبر دونفو، شومبر بارون، دوش، شومبر اونفو، إلى آخره. أوغ بعد ما قرينا البلان دارشين مزيان، غادي نمشيو وغنكوبيو هاد لي بلان داشي. الو غنبداو صوصو، شتو كوبي ونحطو هنا. غنمشيو لبلان ري شوسي بنفس الطريقة، كوبي ونحطو هنا. غنمشيو لبلان ايطاج، كوبي نحطو حدا خوتو. غيبقى لنا هنا كاين بلون تيراس، هو حنا خوتو اف ايت كوبي تن تن تن. شنو بقى لنا؟ صافي، هادو لي فيهم بلون. هادشي لي فيهم بلون تاعنا غتستفهم هنايا. شنو غادي دير دابا؟ غتكري واحد الكالك جديد وغتسميه بلون ارشي. البلون ارشي هذا غتعطيه واحد اللون ديال الكري باش ميبانش. علاش الكري باش ميبانش؟ غتعطيه لون موحد، ما يبقاش الغوص هنايا، ما يبقاش، يكون لون موحد. علاش هادشي هذا؟ غادي نوريكمش. الوغ من بعد ما كرينا سيليكسيوني تو، قلب على بلون دارشي. هنا كيما تشوفوا ان اللون ما تبدلش، نقدر نديرو له كولور واحد او تبدل. كاين شي حاجه ما تبدلاتش، ماشي مشكل. يعني الا بغيتو كلشي يتبدل، يكفي ان دير لو غي ديكومبوزي هكا، لان كاين شي حاجه اللي بلوك هنا اللي ما تبدلش الكولور ديالها. وتقدر تعاود سيليكسيوني عاوتاني، دير بلو، كليك على بي، تقلب على بلون لاشي وتعطيه كولور واحد. كاين شي حاجه خاصك تزيد عاوتاني ديكومبوزي. ديكومبوزي بقاو هاد لي فونيتر ولا شي حاجة. المهم كاين شي حاجة تما عندنا ما نديرو بها بصراحة، بحال هادشي هذا عندنا ما نديرو بيه. دابا علاش درتو بحال هكا؟ درتو بحال هكا لأن هاد البلون هذا اللي تتشوفو دابا قدامكم هو اللي فوق منو غادي نخدمو، نخدمو البلون بيتو. علاش درتهم في كالك واحد؟ درتهم في كالك واحد باش يسهل علينا نكاشيه ولا نأفيشيه. دابا أنا مثلا غنجي وغنخدم فوق منو، فلا بغيت نكاشيه غنمشي هنا وغادي نكاشيه. يعني ما بغيتوش يبان باش يحيد، غنمشي لبلون دارشي وندير لو كاشي و غيتكاشي. هادو تما خصني ندخلو في بلون دارشي. علاش متكاشاوش؟ ديكومبوزيهم و نعاود ندخلو في بلون دارشي. مزال داخلين، اوكي، مزال متكاشاوش. اذا لا متكاشاوش و كنتصاوب واحد تما بلوك، تقدر تمشي لبلون دارشي نيت و تكليكي على هادي و مغيطوش. داكو نعاودو نافيشيو لان عليها نخدمو. نتوما تعرفوا بانه في لي بلون بيتون ارمي عكس لي بلون دارشي. في لي بلون بيتون ارمي ديما تخدمو من الفوق وحنا نازلين لتحت، وفي لي بلون دارشي تخدمو من التحت وما طالع من الفوق. عليها غتلقى بزاف الاسئلة او لا بعض الطلبات الغريبة من الناس ديال الشونتي. يعني غيجي عندك واحد من الشونتي غيقولك على الاقل دابا اعطيني غير الفونداسيون، ما تعرفش بان الفونداسيون هي اخر حاجة تتصايب في لي بلون بيتون ارمي. هادي بين قوسين بعض الامور اللي تكون غريبة في الدومين ديالنا. ما علينا، قلنا حنايا البلون بيتو ارمي ديالنا ديما تنبداو من الفوق حنا نازلين لتحت. أول حاجة غادي نبداو بيها هما، من بعد ما وجدنا الدسان ودرنا لي كالك ديالنا، نغيزيني هادشي اللي درنا باش كيما وعدتكم منفوتوش 10 دقايق، باش ندوزو للمرحلة التالتة. فحنا دابا شنو درنا؟ وجدنا لي كالك ديالنا اللي هما درنا بوتون
درنا بوتون بي او تي، درنا درنا بوتر بي او تي، درنا دان بي او تي، وهاد لي كالك هادو اللي نخدمو بيهم ان شاء الله. وردينا البلون دارشي كامل فواحد الكالك واحد اللي سميناه بلون دارشي، اللي هو هذا باش يسهل علينا نافيشيو ولا ناكتيفيو او ديزاكتيفيو. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي تقدروا ديروا دابا في هاد الفيديو. من بعد منه دوزو لهاد المرحلة، ديرو هادشي اللي درت، من بعد ما تسالي منه غادي ندوزو ان شاء الله للكونسيبسيون وغنبداو نحطو لي بوطو ديالنا. شكرا لكم، متنساوش تبارطاجيو. يلا، مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.